يمكن ارجع لحضرتك استاذ جمال. حضرتك قلت كلمه انا عايز ابتدي بيها، قلت ان دي مش هتبقى النهايه. يمكن جماهير النادي الاهلي العريقه الاكثر، يمكن القاهره الكبرى، يمكن هم اللي عايشين معانا ونادي الاهلي وسطهم، وعندنا اربع فروع تانيين موجودين ايضا هنا في القاهره الكبرى، يمكن ده اول فرع خارج القاهره الكبرى واختيار الصعيد، وحضرتك اتكلمت عنه. بتهيألي هيبقى في تواصل تاني مع جمهور النادي الاهلي، وتبقى دي البدايه لسلسله كبيره من تواجد النادي الاهلي مع اهلنا سواء في الصعيد او في البحر. شوف هو كابتن هيثم وحضرتك ادرى مني انه النادي الاهلي شعبيته موجوده، النادي الاهلي موجود من غير مباني او من غير عايش في قلوب الناس، عايش في قلوب الناس. بس فعلا مدى احتياجك انت كمواطن في اي محافظه في مصر انك تلاقي نسخه من ناديك الاصلي موجوده، دي بتعمل طبعا ربط جامد جدا. وما ننساش انه النادي الاهلي مثلا نجح خلال سنوات قليله، انا بعتبرها قليله، في انه هو يعمل ثلاث فروع اللي هم فرع الجزيره طبعا القائم ده اللي هو له عبق، اللي هو له عبق معين طبعا. ومهما كنا اعضاء في الفروع الاخرى بيفضل عندنا الحنين ان احنا ننزل نقعد على نيل القاهره في مقر النادي الاهلي القديم بالمبنى الاجتماعي بتاعه، اللي برضو انا بحيي اولا مجالس الاداره المتعاقبه ان هي حافظت على هذا التراث. التراث طبعا. ليه؟ طبعا. لانه في ناس يجي يقول لك انا اجدد واشيل المباني، حتى صاله راتب اللي موجوده تم تجديدها طبعا وموجوده، تم تجديدها لكن تم الحفاظ عليها على اسمها. المبنى اللي هو الاجتماعي الاساسي بتاع النادي الاهلي كما هو يعني الشجر اللي قدامه زي ما هو. صحيح. يعني لما تيجي تقعد في الجنينه هتلاقي مهما كنت انت رحت النادي وانت صغير، شوف صغير دي امتى بقى تمثال الكابتن العظيم كابتن صالح سليم، تمثاله بالظبط اللي انت بتخش بتحس ان هو يعني متواجد وروحه موجوده في المكان. ده شيء مهم جدا. ثم فرع مدينه نصر، ثم فرع الشيخ زايد اللي هو الاقرب ليا حاليا بعد ما نقلت وكده، ان هو اقرب ليا فدايما برضو بتواجد فيه. كمان لسه فرع التجمع بيتاخد فيه خطوات مهمه جدا، ويمكن الناس اول ما انا كتبت على الفيسبوك انه في افتتاح لاهلي الاقصر، ناس كتير بقى من اللي هم برضو عشاق النادي الاهلي، طب امتى ان شاء الله يبقى فرع التجمع؟ لان شيء كويس جدا، لانك لما بتتوسع في المقرات بتاعتك انت بتعمل رئه جديده في كل منطقه انت بتروحها. اكيد. صحيح. يعني اي مكان انت بتعمل فيه مقر، زي ما شفنا كده الصور والمعلومات اللي جايه لنا عن المقر عن اهلي الاقصر، لا حاجه معموله على مستوى اعتقد ان هو مستوى سيكون لائق جدا، وهيبقى نوع من الدفع لشراكات اخرى بين استادات والنادي الاهلي.